او مش بيبقى بيلعب، مش عايز اقول عشان الفلوس يعني، بس مش بيبقى بروفيشنال بكونتراكت بلاير. لا بالعكس، هو ده يعني حاجه لعب ليه لحب اللعبه. لحب اللعبه بالظبط. فبس يعني طبعا يا سيف الكلام ده يعني مهم جدا وواضح جدا، لكن برضه يا شريف يعني مش كتير يعرفوا ان احنا في مصر هنا عندنا ممكن في الهاندبول مثلا او في اليد ان احنا عندنا في لعبه للاساتذه. دايما المعتاد في اي لعبه ان احنا بنشوف اللاعب بيلعب في النادي بتاعه ووصل لسن معين اللي هو برضه مش كبير، خلي بالكم يعني 35 ولا حتى 36 يعني سن برضه مش عجوز، بس هو الفكره في منطق معين بالنسبه لبعض الناس وبعض المتخصصين يقول لك ايه، ان ممكن الشكل البدني ممكن يتغير شويه، الكتله العضليه الى حد ما، الاداء ممكن يعني برضه يبقى كويس، بس ايه بالنسبه للاعمار السنيه الاصغر شويتين اللي هم في بدايه العشرينات ممكن الى حد ما يكون الموضوع بالنسبه لهم يعني يفضلوه اكتر. البعض هنا ممكن يقول لك ايه، اللي بيعتزل على طول بيتجه الى مجال التدريب او الاداره مثلا على سبيل المثال. ازاي هنا الواحد ممكن يكمل في الطريق بتاعه ان هو لا انا قادر اكمل؟ شفنا الحضري حتى لسه ما شاء الله يعني في كره القدم مكمل، كان فتره كبيره جدا. مظبوط. احمد الاحمر برده ما شاء الله يعني من ضمن اللعيبه محترمه جدا في الباسكت، اسماعيل احمد برده نفس الكلام. مظبوط. هو طول ما انت واخد بالك من نفسك ومن صحتك ومحافظ على الرياضه هتعرف تكمل وتدي، خصوصا بقى لو حاجه بتحبها. يعني كلنا اتجمعنا و مواطنين بقالنا 10 12 سنه هاندبول، بس معظمنا بيلعب رياضه فمحافظ على نفسه، فان هو يرجع يلعب تاني ويمارس الرياضه اللي بيحبها كانت سهله. احنا بدانا اعداد من شهر 9 اللي فات والبطوله كانت في شهر 5، فالفتره مش كبيره، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل فرقه قويه. سافرنا 15 16 واحد كله جهز نفسه، احنا مش من 35 وبس، احنا 35 ومعانا ناس في ال 40 كله قادر يحافظ على نفسه. ملهاش سن يعني، ملهاش يعني سن اكبر مثلا حاجه ممكن عندكم قد ايه؟ ولا هي من عمر كام لكام؟ يعني محدده ولا هي مفتوحه؟ البطوله كانت عامله كذا ايج جروب او كذا سن، من 35 من 40 من 45 ومن 50 رجال وسيدات. احنا نزلنا فوق ال 35، كان معانا ناس مواليد 80، ناس مواليد 84، ناس مواليد 86، ناس 88. الحمد لله زي ما كنت بقول احنا الاعداد بدا من شهر 9 اللي فات، كله اتمرن، كله ظبط احماله واوزانه في التمارين، كلنا كان عندنا الشغف وحشانا اللعبه ان احنا نروح نعمل حاجه ونرفع اسم مصر في البطوله دي، خصوصا ان احنا اول فرقه نقدم ونشترك في البطوله دي. أول فرقة، أول فرقة نقدم يعني ونشارك. أنتوا لعبتوا باسم نادي نيو جيزة واللي شارك برضه معاكم على ما أعتقد نادي المعادي. مظبوط. صح كده؟ مظبوط. طيب برضه يعني سيف قول لي البطولة بيكون شكلها عامل إزاي وفيها كام نادي المفروض بيشارك فيها، وبالأخص إن هي كأس عالم. بالظبط. البطولة دي ابتدت بقى لها 6 سنين، أو الراوند دي كانت السادسة. السنة دي مثلا فيها 1600 لعيب من مختلف دول العالم، من اوروبا، من اسيا، من افريقيا. فوق ال 64 فريق، ال 64 فريق دول زي ما شريف قال متقسمين فوق 35 وفوق 40 وفوق 45. في السن بتاعنا اللي هو كان فوق 35 كان في فرق من رومانيا، كان في فرق من الهند، كان في فرقتين من مصر، كان في 3 4 5 6 7 فرق من كرواتيا وفرق من مين اللي بولندا. مستحوذ شويه في من ضمن الانديه يعني اللي بتلعب معاكم برضه زي اللي هي العاديه بتاعتنا اللي هي الرسميه او اللي هي التانية. هي معظم الدول سواء بولندا او رومانيا الدول دي عندهم فعلا دوري محترف، دوري ماسترز، فهم بينتهزوا الفرصه دي اللي هم بيروحوا اي بطولات بيشاركوا فيها بتبقى غير الدوري بتاعهم، بيبقى يعتبر احتكاك يعني زي ما بيقولوا دولي مع فرق تانية مختلفه وخلفيات مختلفة، بتدي طبعا طابع للعبة أكتر. وإحنا برضو هنا في مصر، إحنا في مصر هنا بنحاول نبتدي موضوع اللي إحنا يبقى فيه دوري للماسترز. في كم فريق دلوقتي بيشارك في الأساتذة في مصر يعني؟ في مصر ما يتعدوا يعني 2 3 4 بالكتير جدا. بالكتير جدا. حاولنا في مثلا في رمضان أو في أي في اي ايفنت ممكن يتعمل فيه دوره بنجمع الناس وترجع تلعب، وزي ما شريف قال مصر فيها ناس
يعتبروا رياضيين وعندهم القابلية ان هم يعملوا دوري كبير الدنيا والله. بيكسر الدنيا. اه والله بجد. دوري بسبونسرز في عندنا كم لعيبه يا جماعه جماهيرية. كم لعيبه من بالظبط من اللي هم بالاخص يعني المحترفين في كره اليد. طبعا اللي فات كله انا ما كنتش مصدق ان هم ازاي بطلوا اللعبه، ده رقم واحد. واللي بيلعبوا دلوقتي انا برضو مش هستوعب ازاي ممكن يجي اليوم يبطل. ان هم يبطلوا، سواء بقى على فكره بقى ملهاش علاقه باهلي ولا زمالك، ليها علاقه ان انت بتحب اللعيبه دي وعارف ان هم لعيبه رجاله. خليني اخدك وفنيا يعني محترمين جدا. مظبوط. خلينا اتكلم عن الموضوع ده يعني سبيسيفيكلي شويه، ان احنا كلنا وفي ناس زينا كتير بطبع يعني